انت خالفت الامر ونزلت مع الشعب لما شفت ايه؟ شفت الظلم بالافتراء الناس وهي بتموت، شفت الجثث وهم ضربوك بالشكل اللي انا شايفاه ده، بالتونه. طب حسبي الله انت بطل، انت احسن من كل الثوريين اللي شايفهم دول. عارف ليه؟ لان كلهم مثقفين بدرجه عاليه. انت بقى تخيل ان انت بقى يعني قصدي مش حاجه، انت طبيعتك